تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات المرورية وازدياد انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، صرحت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة هدى فخرو بأن الوزارة قد انتهت مؤخرا من تنفيذ أعمال توسعة تقاطع شارع الشيخ عطية الله بن عبد الرحمن الخليفة جهة شارع الكويت بهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية. وأعلنت فخرو إضافة مسار ثالث على شارع الكويت لزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية المتجهة شمالا نحو المنامة، بالإضافة إلى تخصيص المسار الأيمن للدخول إلى منطقة أم الحصم. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تخفيف الازدحامات الحالية الحاصلة في التقاطع. بناء على توجيه من سيدي صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ مجموعة من المشاريع للحلول العاجلة للازدحامات المرورية والتي حددت ب 11 مشروع، انتهت الوزارة مؤخرا من تنفيذ توسعة شارع الكويت في الجزء المحصور بين شارع الشيخ عيسى وشارع أم الحصن، وشمل المشروع إضافة مسار ثالث لحركة المرور المتجه يمينا إلى داخل منطقة أم الحصن. طبعا المشروع قبل التنفيذ الكثافة المرورية أو الطاقة الاستيعابية للشارع كانت تقدر ب 2300 مركبة، أما بعد الانتهاء من المشروع فسوف تصبح الطاقة الاستيعابية للتقاطع تصل إلى 3800 مركبة. شارع الكويت من أكثر الشوارع ازدحاماً، يرتاد يوميا أكثر من 30,000 مركبة في الاتجاهين، وتعمل الوزارة ضمن هذه المشاريع لوضع حلول عاجلة قصيرة المدى لحين البدء في المشاريع الرئيسية من توسيعات، ومن ضمنها شارع الكويت الذي سيتم توسعته إلى 3 مسارات في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من المشاريع الأخرى التي تعمل عليها الوزارة. أنجزت بداية العام حتى الآن أكثر من 8 مشاريع من 11 مشروع، وجاري العمل على تنفيذ باقي المشاريع.